ما انحل الليل حتى احتلت الكثبان الرملية أجواء بغداد العاصمة. ساعات قلائل وتقلص مدى الرؤية ليصبح لبضعة أمتار فقط. انجلى الليل وحل الصباح، لكن الزائر الأصفر كما يسمى لم يرحل. غبار أضر بانتشاره أصحاب الدخل المحدود فأضعف حركة البيع لديهم. احنا جماعة الدخل المحدود تأذينا من هذه الأتربة ورزقنا راح، يعني نريد من الجهات المعنية انه تشوف لنا حال. بس انت بابا بعينك هاك بعد تراب، هذا كله تراب، هاي مين هالتراب؟ قالوا من الاشجار يزرعوهن بالعراق على مو تصير العراق خير. تغير المناخ وزيادة معدل التصحر وقلة هطول الأمطار عوامل ساعدت في تزايد موجات العواصف الترابية، وحلولها من منظار متابعين تكمن في تنفيذ الحزام الأخضر على أسوار بغداد والتجير في داخلها للحد من هذه الموجات. حل هذه الأزمة وهذا موضوع الأتربة يعني يحتاج إلى أن تقضي على المناطق المتصحرة، أما بإقامة رواحات أو الزراعة. فإحنا نتمنى من الحكومة أنه تعمل على تشجير المناطق اللي بغداد اللي خارج بغداد، لأن خصوصا هاي السنة زادت عندنا الأتربة بشكل كبير ومتواصل. وبحسب الإحصائيات المسجلة من قبل الهيئة العامة للأنواء الجوية، فقد ارتفع عدد الأيام المغبرة من 243 يوما إلى 272 يوما في السنة لفترة عقدين من الزمن، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة. حلول عديدة ينتظر من الجهات المعنية الإقدام عليها للحد من تكرار العواصف الترابية وتزايدها، لا سيما وأن قراءات الأنواء الجوية تشير إلى تزايد الأيام المغبرة خلال هذا العام. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.